اخباركم ايه؟ الفاضي يعمل ايه؟ يعمل قاضي او يغرد كل الاوضه، يعني حاجه من الاثنين. فاحنا قررنا دلوقتي الاستاذه طلبت في دماغها ان هي تغرد كل الاوضه، فما تيجوا معانا نشوف. احنا هنحيد اصلا ده ورق حائط، هنحيده ونحط مكانه ورق حائط بقى. نعمل ايه بقى؟ بس نشوف قبل وبعد شويه شويه كده ونرجع لكم. شايفين احنا شلنا ورق الحائط والاوضه بقت زي ما انتم شايفين كده، ايه ملط. ايوه ملط قلعناها، بس فاللون ده ما تستغربوش، احنا عايزين هنفاجئكم في الاخر. هو ده عباره زي الستيكر كده، تمام. المهم يتفتح، بس ثواني يتفتح كده. اصلا بقى ايوه اهو كده صح؟ ايوه تمام. طلعها فوق شوي اخر، يبقى نداري الحته اللي فوق دي من الحيطه زي ما انتم شايفين بقى. احنا هنعمل الحيطه دي كلها اللون ده. تابعوا معانا واحدة واحدة. احنا عندنا في عيوب في الحيطة، في الجدار زي ما بتقول، فاحنا الفروغات اللي فوق دي احنا هنبقى نعالجها، بس اهم حاجة نبقى جايبين كل حاجة بالظبط. اهو كده تمام؟ حلو كده، خليها كده خلاص، شكرا. هنعمله على كذا فيديو اصلا. الفيديو بتاع الاوضه ده اللي انت هتشوفوه ده دلوقتي هتلاقوه على كذا فيديو معمول، فهتلاقوني حتى مغير في الملابس عادي. استغربوني، اوعى تستغربوا. شيل ده بس. هو جامك فاهم
نشوف بقى هي دخلت يمين كده ليه. جاتك شيء انت كبيرة كبيرة وكلهم ما كاينش عبار واحد. لا البيض فيه عبار واحد من كنتي كتصوم؟ يعتبر كده عشان لحد ما يتزبط يعني الحيطه. ولكن راه جبتي مزيان الكارو عند الكارو. الحيطه معوجه وهو اصلا متقطع غلط يعني. فاحنا بنحاول نعالج الموضوع. ورجعنا لكم واحنا بنركب ورق الحائط. ايوه ولع الدنيا يا استاذ عزوز. لست الزوز. ولع الدنيا زوز. ايوه اشرح لنا كده انت بتعمل ايه زوز. نعم اشرح لنا انت قلت انت هتساعد فقلت تركب ورق الحائط فاشرح لنا انت بتعمل ايه بس عشان نبقى فاهمين. غادي نحيدوا داكشي اللي كان عندنا. وايه الفوطه اللي في ايدك دي؟ هذوك بتطيب بيها البلاستيك؟ ايوه النفايات اللي كانوا عندنا احنا كنحيدوهم. اها هذاك الشيء اللي كان عندنا قديم. اها ودابا دخلنا في هذا ربنا يستر. وعندو واحد الطريقه ديالو سهله. أه. انا ما عمرني خدمت هذا كنت كنخدم داك الاخر ديال اللي ما فيهش اوتوكورو هذاك كدير ليه سميتو اللصاق ديالو بوحدو هذا فيه اللصاق هذا غير كتحيد هادو كدوز بهذا الشيفون. احنا نورنا الدنيا كنا كنقلبوا نخرجوا للطبيعه ها الطبيعه دابا ها نتوما ها الورود اللي بغى يجي لعندنا. ايوه هادي. نبقى نرش الورد ده نبقى نرشه بالميه عشان ما يتبلش. فهمتني؟ ايوه عشان ما يتبلش مننا حرام يعني. غادي يعوجها السي عزيز. يعوج. الوسط عب عزيز كان لك تهبط سقفت تهبط شويه. انا غادي نهبط نهبط بحال هبط لهذاك. يا ويلك يا ويلك من بعيد. احنا بدينا دابا كنلعبوا. هلينا بطول بص خليها عند ايوه طالعه من فوق ومن على الشمال هي نازله اختي بتاعها. ايوه شطوره بس غادي يجي نيشه. لا 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 كده مش هيجي نيشه مش هيجي نيشه لا هيبوظ. لا لا هكا جاي نيشه اهو دابا جا نيشه. ربنا يستر ناخذ تحدي معاه لان صعيب الا مشى دار دوك التجاعيد. ايوه دابا هو كيشوف هنا عندي التجاعيد بغيت لو في تجاعيد نعمل لها عمليه تجميل عادي نعمل لها بوتوكس. بوتوكس بوتوكس لا لا نديرو ليه البيطوط. باهي البيطوط لا كتحطوا لي نتوما البيطوط انا نقول ليه البيطوط ماشي البيطوط ماشي البيطوط البوتوكس البوتوس. الله ينور عليك يا زوز والله تبارك الله عليك. ولع الدنيا يا زوز ولع الدنيا. نديرو معاه غير الخطر. ما هو لازم كده. تحرمنا من الطبيعه بالراحه حنا درنا الطبيعه في البيت صافي غير منين نعياو نجيو ندخلوا لهنا الطبيعه عينا من بس لما الاوضه تكمل هيبقى زوين والله هتبقى حلو هيبان اكتر كل لما بتعمل فرق. هذا كتهبطوا عليه غير بشويه هكا وتهبطوا هكا تبعوا هكا غير بشويه بحال كتمسح عليه على راسو بحال عندك شي قطيطه بنطبطب عليه. كتعيطوا لها قطيطه لا قطه مش قطيطه قطيطه الصغير ديالها دلع المهم الانسان. الحاجه الزوينه ما كيشبع منها حتى شي حد كل حاجه في كل شيء الكلام الزوين المنظر الزوين كل شيء تفاجع القلب دابا ملي كتشوف هكا كتفاجع القلب وين ارتاحينا
هذه دابا بحال خرجنا شي خرجه الابران ولا خرجنا. لا بس تسلم ايدك ازوز والله. الله يحفظك. تسلم ايدك. الله يحفظك. يسهل عليكم. دابا حنا هذا المنظر عجبنا نشاركوا مع نشاركوا المشاهدين معنا. لا. شوفوا هادشي. أو ممكن حد قاعد زهقان قرفان من بيته يجدد يعني. أو تجديد. هذي دابا أنا كنصايب البيت ديال البيت الزغننة. 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 سميتو زغلولة. ما بغيتي الزغننة ولا الزغلولة. حنا دايما الصغير واخا ديري 50 عام ما تلقاي عندنا صغيره. اخر مصر ديما صغير. الزز متهلا فيكو. كل شيء عندنا صغير. الله يسهل الامور. قول لهم كي جاهم المنظر. كي جاكم يا جدعان؟ قول لهم كي جاكم. ما الناس هترد علينا بقى في الكومنتات لما يشوفوا الفيديو يا زوز. هذا انا كدوموندي عليه جيت حتى لعندكم. راه كاين عندك شركات غتشوفوا هذا بعداك. تبارك الله. تسلم ايدك يا زوز والله. الله يحفظك. حبيبي. هو الزوز اتبرع ان هو يعمل الجدار يا جدعان. فطبعا الزوز كلمته سيف. دي اللي فيها البريز هنعملها. ماشي مشكلة. عزيز ما تحلش الثاني. حل غلي فيه البريز، الثاني ما تحلوش، يدير التلفزيون الثاني. يلا يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا. بص يعني استنى نشوف كتر بقى ونعملها. تبارك الله عليك يا زوز، ولع الدنيا يا زوز. الله ينور يا اسطى. الله ينور. الله ينورك. الله ينور. الله ينورني. ماشي الكهرباء تجيلكوا عالية يا زوز. لا دابا البيت منور وانت منور بالبيت. لا بوجودك والله البيت منور بوجودك. صح. البيت كيتنور بالعائلة كاملة. العائلة كاملة وكتكون هذا كيتنور. اوعى السرعة يا زوز، ولع الدنيا يا ابو زيزو. الله الله على القد. الله الله عليك يا زوز. والقد الله الله عليك. بيقول الله الله. والله انا نسيت المثل، انت نسيتهولي اصلا. زوز في اخر يوم بدا يرقص. يا زوز ربنا يديك الصحه. زوز انت بتقول يا زوز بس. ايوه تبارك الله عليك اهو. لا انا عندي احنا هنعمل الحوار ده مشروع، اللي عايز يعمل بيته يبعت لنا. نجيب الماتيريال واحنا هنروح نلزق. لا نبغى السقنا لا. تبشوا شوية زوز دي كده نعمل أي حاجة معاك. أهو تمام. لو حد عايز الحوار ده يا جدعان احنا هنبتدي نشتغل فيه بعد الوباء اللي احنا فيه ده، فانتوا جيبوا الماتيريال واحنا نيجي نصوبه لكم عادي. مرحبا. قول لي شركة أحمد زيدان اللي ترصيت اللي ما عرفتش تلصق يجي يلصق، واللي ما اللي ما بقى كيلقط غادي يلصقو مع شركة الزوز. هنا عشان السلك طبعا. وواحد القضية اللي بدا كينقص برا وما بغاش يحشم غادي يجيو يلصقو مع الحيط. هادو اللي كيخرجوا لبرا ايوا غادي يجيو. احنا مش عايزين نبين السلك. اذا ما لصقناش باتي با نلصقو هو مش عايزين؟ مش عايزين نبين السلك، فلازم نعملو كده. صافي غتغطي. هاي هو هو خلي عليك دابا القطعه هذاك الخرامي اللي كيبقى تما كتقطعو. عادي هو عامل مع السيراميك فايش حال. المهم هاتوما بنا المنظر. شوفوا المنظر كيجي زوين. زوين بالنسبه للناس مبتدئين زينا. زوين دابا انت لو كنت تسير لاصقات هنا تحت العينين نغطي لك ديك القهوة وداك اللي كتصير نغطي لك القهوة بتاع جعزة الشاي. باقي الثاني تمام كده ولا ايه؟ كنت غنطيح راه تمام من قبيلات. مزيان ما تقول والو.
انا كل جعان. يلا واش مسكين لا ما انا انت مش مربي معزه يا حاج. فضحاتك اسماء. قالتك تقربنا نسالي وعجيتي. دابا المشكل خرج القانون الطبيعه لقى الدنيا مورده صحابو الربع بدا سارح. في مرقه شي غازو ياكلو تعال نضرب الله ما كانش الغازو هذا. كتحبوا راه الدنيا مخدره صافي ولكن شي الحجر اش دار فيه؟ والله ماشا زوز تبارك الله عليك احمد ماشا زوز تبارك الله عليك انت ماشا زوز زوز انت معلم واحنا منك بنتعلم يا زوز احنا كان نتعلم واحد يتعلم واحد لغايه لما نموت هنفضل نتعلم تبارك الله عليك انت واش خدام ايه رايك واخا المعده ديالك خاوه عندنا بنقول الايد البطاله نكسه ها الايد البطاله نكسه اللي ما كدير والو بالظبط كده ها ماشي الايد البطاله خصها شي طريحه ديال العصا ايوا الخدمه كلها زوينه يكذب عليك الكذب والخدمه كلها زوينه مدام شريفه خلاص ايوا ايوا راه تدور البيت كامل ما تهضروش معاه راه كتحبو فيه راه غير نفس اللي كيخدم فيه راك زوز تمام كده لا هي شي عطاك الله الصحه اختي جيبها مقاده ماشي من الفوق ماشي جيبها فوق الخشبه مقاده وخلي الفقيطه تدوز جيبها من تحت واخا هذا دابا احمد راه خدام مع راسو تبارك الله عليه احمد زوز احمد زيدان زيدان اللطه احمد لا اشتي انا حداقه تبارك الله عليك واخا ما كياكلش المهم الامعاء الفارغه قاضي الغر ماشي زوج فرضوا فري على احنا كنشجعك باش ما تخرج مني ما تتولي عندنا حلوف الا ما وليتيش حلوف راه ماشي زوج حاجه في الحيطه لا غير غيسي غيسي سير 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 لا زوز حبيبي الملايين هبط عليه هكاك من حتى انتوا عاملين عشان لا هو جا هكا هو كاين هذاك جا من هو جا من الشركه طبعا من الشركه هو كاين ما ينفعش دابا لازم نعرضه هو كاين فيه هذا ها هذا كله بعد تجاعيد هنا غادي نحيدو ان شاء الله ما كاينش هاك من هذا هاك تحيدو غير بهذاك الزيف غادي نحيدو على ظهره هو المهم باش مزيان تحط البان كاع العيوب ديال الحيط كيختفي yeah. كله يلحن في بعض و... لا 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 مفيش حاجه تبقى متشافعه حنا دابا كنا الصباغه الاولى الصباغه الثانيه وما كتحيدش واللي كيجي كيدير لك صباغه فوق صباغه وكتولي عندك روينه فوق تيديروا الكانا ديالهم اه الكانا ماشي زوج ماشي الله يهدي دوك المعلمين تا هما الله يهديهم كاين اللي كان كيحلل وكاين اللي ما كيحللش وكاين يجيو قال لي غير بقى عطيه العوض ها كيشوفو مسكين عليه اعطيه العصير العواشر ندعو لهم بالهدايه الله يهديهم الله يهديهم ما كاين حتى شي حاجه قال لي فما الغش انا فليس منا اللي باغي في راسو والله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق الانسان يخاف الله وصفيه كل بس انت خدت بالك من الحته دي لا ديال التمنيت لا لا ما كاينش فيها شي حاجه وكتبي لها تا بقى لك باش يقيد لك الكريدي ديالك كريدي هو الدين عرفتي كريدي عندنا اللي هو الفلوس ياخد عندك كتاخد من عندك الدين لا 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 جوتي ديكور كانت اهي فات الكثير ما بقاش الا القليل طبعا انا شكلي خد فين الحته اعطيني الحته اللي عندك كده الصفرة
فوقك ها راهي فوقك الطبله. شوف يا نيا نيا هاك رجعنا لكم. وطبعا الفيديو لو خدت بالكم ان الفيديو متقطع كذا مره, اتعمل على مراحل, وطبعا اتعمل على طول, بس هو كان في حاجات فيه نواقص كانت لسه ما جاتش في الاوضه. فاخيرا زي ما انتم شفتوا الاوضه اتفرشت والاستاذه غيرت الاوضه خالص وريحت دماغها. هتيجوا نفرجكم على الاوضه وصلت او بقت عامله ازاي بعد ما جددناها. يا استاذه بالصحه, اللي انتوا بتقولوا الاوضه ولا الدار ولا البيت؟ البيت البيت. بالصحه الديكور, بالصحه الديكور. هنا ده الورق الحائط. تعرفي لو عايزين تعرفوا الاكمنه او منين بقى الورق الحائط, انت طلبتيه من جوميا. من جوميا. وبعد احنا ما كندروش الاشهار ده بالجوميا, احنا هيك لا احنا ما نعملش اشهار لجوميا. انا بتكلم ان هو تكلفته بالتقريب كام؟ الرولو كان الرولو ديال 5 متر كيدير الا ما خفت نكذب كيدير 70 ولا 80 درهم. 70 70 80 درهم لل 5 متر. 5 متر تمام. لا احنا يعني الحاجات دي كلها واحنا قاعدين في الدار هوبا هوبا جمع خلاص جت الدنيا هوبا يلا بس كده. ده ورق الحائط اللي هو انتوا بتقولوا عليه ايه؟ بابي بان. بابي بان هو ده. غير بقى ايه؟ غير الاصفر ده. الاصفر ده حاجه ثانيه. هذا كيتباع بالوحده. بالوحده ولا بالعشره؟ الوحده دي بقى اللي هي المربع الكامل ده. مربع. تمام. ده تقريبا بكام طيب؟ هذا تقريبا عشرات الوحدات ب 300 درهم. 10 يعني وحدات ب 300 درهم. 300 درهم يعني العشوم 30 درهم الواحد. انت المهم تحسبوا لما تيجي تحسبوا المقاسات ادوا زياده. يعني مثلا هديكم مثال, لو لقيتوا في المساحه اللي هو 15 متر طبعا لما بتيجوا بتحسبوها هقول لكم مثال بسيط. لو الحسبه طلعت معاكم مثلا 15 متر خلوها 16, اطلبوا 17 متر, لان في حاجات كده بتفترق. لان انتوا لما بتيجوا بتلزقوا على الحيطه غير لما بتكونوا بتبقوا قايسين المقاس. تمام كده. طبعا الحاجات دي هي بتبقى اذواق, يعني انتوا ذوقكم. الحاجات دي انت جايباها كلها بيبقى يعني كامله على بعضيها كاتب بالوحده. بالوحده كتشري بالوحده. هادو من المرجان. من المرجان. المرجان كل وحده كاين الثمن من 15 درهم حتى ل 35 درهم. والله جميله. جميله. وعندك هنا دي ايه؟ هذاك فانوس. هذاك فانوس. ولا ده انت رايقه. الله رايقه. تمام. وجبنا دي كمان. جبنا دي جميله. دي جايبها منين؟ هذه جبناها من بيم. من بيم. من بيم. بس برضه زويل. وهنا برضه نفس الكلام اللي هو بتحط الحوايج. تحط حاجتك. وعندك ترابيزه الكمبيوتر دي. تمام. والله زويل. تبارك الله يعني. طب ده دي فاكره سعرها كان عامل ازاي؟ هذه ديال اللابتوب ب 600 درهم. وهذاك الكيسون تا هو ب 600 درهم. يعني 1200. 1200 الاثنين. والله جميل. احنا يعتبر احنا يعني عملنا شويه تعديلات بسيطه كده بس اديت شكل بقى للاوضه. واخر حاجه بقى السرير. السرير ده هو هنا في المرتبه. دي مرتبه صح؟ انت بتقول عليها مرتبه؟ شنو هي مرتبه؟ يعني الفراش. في جوج. ليه بقى؟ لان احنا مش هنعرف نفتح للاخر يعني. اهو لا افتح من فوق هذوك الجرح. ايوه ده بيتشد طبعا وبينزل عليه فراش بيبقى سريرين ديال جوج البلايص. عارفين انتوا الحوار ده بس بيتلم وخلاص والدنيا حلوه والدنيا واسعه. صباح الفل. بس لو عايزين اي استفسار ولا اي حاجه عندكم في الكومنتات ابعتوا لي ونشوفكم على خير. السلام عليكم.